السلام عليكم مشتركاتي الكريمات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله راح نديرو بغوشيط الخضر في الفرن باللحم المفروم، وهنايا نقول لكم بلي تقدروا تستغنوا على اللحم المفروم بس كان راح ندير غير كمية صغيرة، ولكن انتم تقدروا ديروا دجاج، صدر دجاج مفروم داويوه برك مليح باش يجي شوية بنين، واستعملوه عادي في مكان اللحم المفروم. اذا في الخضر اللي راح نستعملها هي عندي هنايا باذنجان، وراح نستعمل البطاطا، وراح نستعمل الطماطم، وعندي من داخل كما راكم تلاحظوا فلفل طرشي، ها هو من داخل. اذا بلا ما نطول عليكم نروحوا للطريقه مباشره. عندي هنا كما قلت لكم كميه من اللحم المفروم، ندير لها شويه ملح والقليل من الفلفل الاسود، و نخلطها هكا. نحط اللحم المفروم على جنب ونحكم الخضر تاعي الباذنجان والبطاطا، نقشرهم ونقسم نقطعهم الى دوائر. اذا ها هي، من بعد ما قطعت الباذنجان والبطاطا الى دوائر كما راكم تلاحظوا، راح ننصحكم انكم ترقوهم شويه، انا راني خشنت بهم انتم رقوهم شويه. هنا جبت شويه زيت، درت له الملح ودرت له ملعقه كبيره من راس الحانوت، وهادو اعشاب بروفانس، اذا ما لقيتوهمش ما كاش مشكل، ديروا شويه شويه فقط تاع اكليل الجبل، شويه نتاع زعتره، وراح نزيد شويه تاع فلفل اسود، نخلط كل شيء مع بعضه ونفرغ هذيك لاصوص اللي خدمتها على نفرغ على الخضر، ونحركهم مليح، نخلطهم مليح بيدي حتى يعني تجيسهم لماغينات كامل، ونخليهم مدة من الوقت حوالي فقط ربع ساعة هكاك، يعني باش ياخذوا شوية النكهة. هنايا كذلك نحكم لافيونداشي، نحكم غير ندير هادي بول صغار، وكما راكم تشوفون نبسطهم على شكل دوائر هكا، دي بول صغار فقط لانه بعد كي يعني كي يطيبوا راح شويه هكا يزيد الحجم نتاعهم. ما ندير نجيو للمونتاج نتاع لي بروشيت نتاعنا، تصينيه لي بروشيت. تشعلوا الفرن نتاعكم يسخن على 200 درجه، نبداو نوزعوا اول حاجه البطاطا بهذا الشكل. من بعد ما نديروا البطاطا نديروا ثاني كذلك الفيونداشي، نوزعوها فوق البطاطا اذا هنا سجلت الصوت لاني سرعت شويه في الفيديو، حبيتكم تشوفوا المراحل قد قد. وكما قلت لكم تقدروا ثاني ديروا الدجاج تحيوه وداويوه بيان وديروه. ومن بعد ندير الباذنجان كطبقه ثالثه، رقوه شويه ومن بعد نزيد ندير طبقة أخيرة من البطاطا، كذلك رقوها شوية. أنا راني على بالي بلي خشنتهم شوية ولكن نتوما رقوهم. والآن حكمت قرن تاع فلفل طرشي وقطعته إلى كما راكم تشوفوا قطع صغيرة كمربعات الشكل أو مستطيلة الشكل، وكذلك قطعت الطماطم وجبت لي كوردون ولصقتهم بهذا الشكل، يعني لصقت كامل الدوائر اللي من تحت مع الفلفل الطرشي ومع الطماطم بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا. والان راح ندخلها للفرن كما قلت لكم المسخن مسبقا على 200 درجه، ندخلهم يتشواو شويه قبل ما ندير لهم لاصوص. بعد ما دخلت الصينيه تاعي للفرن، هنايا في مقلاه حطيت شويه زيت، راح نقلي فيه ملعقه ونصف كبيره تاع طماطم مصبره، ونربي عليها ثلاث سنات نتاع ثوم، ندير لها شويه ملح شويه فلفل اسود. بعد ما تتقلى جيدا نضيف لها راس الحانوت. هنايا كما راكم تلاحظوا نحاول نفكك الطماطم في الزيت، ديروا رشه تاع سكر، انا نسيتها، ديروا شويه تاع سكر ينقص لكم الحموضه. هنا زدت راس الحانوت لاني ما حبيتوش يتقلى مليح باش ما تروحلوش النكهه تاعو، زدت شويه حوالي خليته دقيقه فقط ومرقت بماء سخون. هنايا كما قلت لكم ضروري تمرقوا بماء سخون، تمرقوا يعني الكميه الكافيه اللي باش يتغطى الواحد تاعكم يعني الخضر نتاعكم في الصينيه. ومن بعد نعاودوا نرجعوا الصينيه تاعنا للفرن ونخلوها الوقت الكافي حتى تطيب الخضر، البطاطا، الباذنجان
وكل شيء. إذا راح نطيبهم ونلتقي إن شاء الله في صحن التقديم. ها هي النتيجة أخواتي، إن شاء الله تكون نالت الإعجاب نتاعكم. تجي حاجة بزاف بنينة وبزاف بريزنتابل، وتقدروا ديروها حتى لضيوفكم. إذا نشوفوا نتيجة ولا أروع. هنا فقط نسيت ما قلتكمش، لما تقليو الطماطم ديروا فيها شوية سكر، يعني باش ينحي الحموضية تاني. أنا نسيت ما درتش السكر. إذا ها هو، نتمنى الطبق نتاع اليوم يكون نال الإعجاب نتاعكم. إذا عجبكم ديروا لي جيم في الفيديو، وانتظروني في فيديو لاحق. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.